كل محاضرة شنو؟ كل محاضرة هذا عدد نفسيته. أكثر الطلاب أستاذ عندهم شغل. نعم، جيد. السلام عليكم مرة ثانية. نبدأ اليوم محاضرتنا عن جهاز الهوت اير اوفن. الجهاز هو من أجهزة التعقيم. أجهزة التعقيم متعددة بالمستشفيات، أنواعها هواية. أكو عدة أجهزة، جهاز لكل نوع، جهاز لكل طريقة استخدام. أكو أجهزة لتعقيم غرف العمليات، أكو أجهزة لتعقيم الأدوات الجراحية، أكو أجهزة لتعقيم الألبسة اللي يلبسوها الأطباء والمرضى، وأكو أجهزة للحرق، للأجهزة اللي هي disposable اللي هي للاستخدام مرة واحدة، يحرقوها حتى تتعقم قبل لا تنذب الرماد مالتها. الهدف من التعقيم شنو؟ اكو احد يعرف ليش احنا دا نسوي كل هالشيء؟ ليش دا نعقم؟ اي حتى يعني أمنع انتقال جراثيم، فيروسات، أمراض مضبوط. بين منو ومنو؟ بين الشخص المصاب اللي لامسه نعم، الدكتور وبين شخص آخر سليم. هاي أول نقطة وأهم نقطة، إنه إحنا دا نحاول نمنع الانتقال المرض من شخص إلى ثاني، لأن إحنا كل شخص دا يدخل للمستشفى هو عنده فد مرض معين إحنا دا نعالجه، فما نريد ننقل هذا المرض لشخص ثاني مصاب بغير مرض فيصير عنده مرضين بنفس الوقت. بالإضافة إلى نريد نمنع انتقال المرض من الجو إلى الشخص، إلى المريض. يعني إحنا الأمراض موجودة بالجو، الأمراض موجودة على بكل مكان، على سطح طاولة العمليات، على الأدوات الجراحية، هاي كلها عليها جراثيم، حتى لو ما حد استخدمها، حتى لو ما استخدمناها على شخص مصاب. لهذا إحنا نعقمها قبل لا نستخدمها. عدا المواد الديسبوزبل، هي تجي معقمة ومغلقة بإحكام، فأول ما نفتحها لازم نبدأ نستخدمها، وإذا انفتحت فترة معينة بدون استخدام لازم تنذب قبل لا نستخدمها مرة، قبل لا نستخدم غيرها. الجراثيم أو الميكروبات أو الفيروسات أو الأبواب، كل واحدة لها طريقة حتى نعقمها، كل واحدة لها طريقة مختلفة حتى نقتلها. مثلا الأبواب، أحد يعرف شنو أبواب؟ سبورز. اكو احد يعرف شنو معنى الابواق او السبورز او اي نعم دكتور، أعتقد فطريات يعني دكتور تجمع الجراثيم دكتور نوع من أنواع الكتير. بكتيريا؟ اوكي، الابواق هي حاله من حالات الجراثيم او البكتيريا تصير. شو مثلا من نقول الحيوانات تدخل سبات، الابواق البكتيريا تدخل بطور الابواق اللي هو الطور غير قابل للتدمير. هذا الطور الجرثومة تقول ما تصير غير، يعني مو حية، ما تستهلك طاقة، ما تنتج فضلات، بس هي بوضع خلينا نقول مثل البذرة، صايرة مثل البذور، تحتاج إلى أي وسط حتى تنشط مرة ثانية. فمثلا القزاز، القزاز موجود بكل مكان، مرض القزاز موجود على أي سطح، بس على شكل شنو؟ على شكل أبواغ. هاي الأبواغ ما تنقتل لا بالمعقمات، لا بالمطهرات، لا بالحرارة العادية. فهذه مجرد ما أنه ننجرح جرح عميق، هي موجودة على جسمنا، هي موجودة بالتراب، هي موجودة على سطح الميز الهسة اللي احنا نقرأ عليه، وبالتالي راح تنتقل لجسمنا، تدخل جوه تلقى جسم مضيف راح تتفعل وتبدي تشتغل وتطرح السموم مالتها وتستهلك من غذائنا. فهذا طور البوق قبل، يعني طور تدخل به الجرثومة حتى تقاوم الظروف الدائر ما دائرها. هاي الأبواغ جدا قوية وغير قابلة للتدمير، فطريقة تعقيمها تختلف عن طريقة تعقيم البكتيريا العادية، تختلف عن طريقة قتل الجراثيم العادية. فالأوفن اللي نستعمله اليوم هو لتعقيم الأدوات، بس مو تعقيم كامل، غير قادر على قتل الأبواغ. أكو طرق عدة، أكو أجهزة ثانية راح نقراها بعد هذه المحاضرة إن شاء الله. الأوفن هذا هو
هو مثل فرن البيت بالضبط، ماكو اي اختلاف عنه. الاوفن اللي عندنا بالبيت وعندنا اوفن بالاجهزه الطبيه. ممكن الاختلاف انه احنا الاوفن بالاجهزه الطبيه اوفن كهربائي، سيفتي اكثر، باشكال متعدده، بس مبدا الاستخدام طريقه العمل نفسها. حتى نشوف شكل الاوفن راح نطلع الميديكال اوفن حتى نشوف شكله قبل لا نبدا نشرح. اكو حد شايف الاوفن الطبي قبل؟ ايه دكتور انا جيد. دقيقه، شلون شفت العملي قبل النظري؟ هو احنا اخذناه يعني امس كانت محاضره عندنا بالتعويض، اخذنا قال على دماغكم باكر تقلص انت. طلاب هاي المشكله راح نحاول نحلها، بس غالبا النظري قبل العملي، يعني ما المفروض ان تاخذون ماده العملي قبل النظري صح؟ يعني كانت اغلب الطلاب ما حاضره ما يدرون. نعم صحيح كلامك، راح احاول اتواصل ويا استاذ عصام واشوف شلون نحل هاي المساله. فعسى انتم بما انه شايفين الاوفن شلون يصير. الاوفن مبدا عمله انه عندنا هيتر فد هيتنج اليمنت، يعني عضو تسخين. هذا الهيتر يسخن الهواء اللي داير مدايره، الهواء الحار يصعد للاعلى والهواء البارد ينزل للاسفل مثل ما كنا نعرف. فالهواء الحار يصعد يمر بالمواد اللي نريد نعقمها، يسخن هاي المواد، يبرد هذا الهواء، يريد ينزل على الهيتنج اليمنت، يريد يسخن مره ثانيه، يريد يصعد، فشي يسموه الحمل الحراري. طريقه قتل البكتيريا حتصير بالاكسده، اوكسيديشن. حتى نفهم شنو الاوكسيديشن خلينا نسال شنو الحريق. شنو الحريق؟ من عندنا خشبه او فحمه دا تريدون تحرقوها، شو دي يصير عليها؟ احد يعرف؟ احد باحث بهالفقره هاي قبل؟ رماد هذا مال الحريق يعني مال الخشبه. نعم، بس هو جدي صار حتى لا تحترق الفحمة؟ تفاعلات تصير. التفاعل هو شنو؟ هو حرق أكسجين صح؟ أكسدة. الأكسدة الفحم بدون وجود الأكسجين ما راح يشتغل. فإحنا عندنا أكسجين وعندنا الفحم، دي يصير تفاعل أكسدة، دي يتأكسد الكربون اللي بالفحم مع الأكسجين يصير CO2. فالتفاعل ده يصير أكسدة، أكسيديشن. نفس هاي الأكسدة، وطبعا يطلق طاقة بالحالة العادية اللي هي الحريق، نفس هذا الشيء ده يصير على الجراثيم الموجودة على الأدوات اللي دريد نعقمها. لو فرضنا عندنا مشرط دريد نعقمه عليه بكتيريا، عليه خلايا حية لأنه توهم مثلا جارحين بإنسان أو غيرها، هاي المواد راح تتفاعل مع الأكسجين بوجود الحرارة وراح تحترق، راح تتأكسد. بنفس الطريقة اللي احترق بها الفحم، بنفس الطريقة اللي تأكسد بها الحديد. الحديد نفسه، معدن الحديد، من نتركه بالجو بوجود ظروف جوية مثل حرارة، رطوبة، أكسجين، شو راح يصير بيه؟ راح يتأكسد كأنما ده يحترق. فراح يتأكسد، طبقة أكسيد الحديد تنخلع عن الحديد وتوقع، والطبقة الثانية من الحديد الجديدة ترد تتفاعل وترد تتأكسد وتوقع وإلى آخره. هاي الأكسدة هي نفسها الطريقة اللي إحنا راح نقتل بها هاي الجراثيم. هاي الأكسدة كافية لقتل الجراثيم الحية والخلايا الحية، بس غير كافية لقتل الأبواب. مثال ثاني عن الأكسدة اللي هو البيض. مثال أغلبكم طاقين بيضة، منو من شباب القسم الداخلي، من البنات، من تطق البيضة على النار وتتركها فترة طويلة شي يصير بيها؟ دكتور تحترق. تحترق دخانة. مضبوط، تحترق. الاحتراق هذا شدي يصير؟ البيضة هي مواد عضوية بيها كربون، عندنا أكسجين، عندنا مصدر حرارة، بدأت تحترق البيضة.
نفس الشيء راح يصير بالميكروبات والجراثيم، راح تحترق. فنرجع على محاضرتنا، هاي بس مبدأ عمله بشكل بسيط، لأنه أكو أجهزة ثانية مثل أجهزة الأوتوكليف، أجهزة الإشعاع، كل واحدة تتفاعل ويا المواد بطريقة شكل. مثلاً الأوتوكليف ما يأكسد، لا الأوتوكليف يسوي تخثر بالبروتين. إن شاء الله راح نشرحها بمحاضرة الأوتوكليف اللي هي بعد هاي المحاضرة. نرجع على المحاضرة، المحاضرة واضحة عندكم طلاب؟ واضحة دكتور. جاي. واضحة دكتور. Introduction. Hot air oven is a device. مو advise، هاي غلط spelling، إنه advise و a device، هي a device، هو جهاز used for heating application such as drying and sterilizing glass waves, surgical tools and others. This device is thermostatically controlled and electrically heated. راح تشوفون انه هاي الملزمه النظري تشبه ملزمه العملي، لانه هو جهاز بسيط ما بيه شيء. تعريف الهوت اير اوفن، هو جهاز يستخدم لتسخين وتجفيف وتعقيم الادوات الجراحيه. هذا الجهاز نتحكم به بثرموستات ويشتغل على الكهرباء. الثرموستات راح نجي نشرحها بعدين. الجهاز هذا بعض الأحيان يستخدمون للتجفيف، يجففون به المواد أي شيء عندهم يريدون يجففوه. بعض الأحيان الصراحة يستخدموا الأبطال اللي عندنا بالمستشفيات يطبخون به أكل، أنا شايفهم بعيني يحمون الأكل به، لأنه هو فرن عادي يحمون الأكل يطبخون به، بس هذا الشيء مو صحيح وشيء جدا خطر، لأن الأوفن ما يقتل كل الجراثيم والبكتيريا، وبالتالي من الممكن أنه بعد به بكتيريا وجراثيم فتنتقل إلى الأكل مع أبطالنا اللي بالمستشفيات. أجزاء هذا الجهاز، أجزاء ميكانيكية وأجزاء كهربائية. الأجزاء الميكانيكية هي القشرة الخارجية، الباب، الرفوف إلى آخره، هاي كلها أجزاء يسموها ميكانيكية. الأجزاء الكهربائية هي الهيتر، الكونترول بانل، الثرموستات، الثرموميتر وإلى آخره. فالميكانيكال بارت، القشرة الخارجية، الفايبر جلاس، الشامبر والرفوف، راح نجي نشرح واحدة واحدة. القشرة الخارجية أو الغلاف الخارجي، الكوت هم يسموه. The coat is made of aluminium or stainless steel because it's characterized by the following. القشرة الخارجية تصنع أما من الألمنيوم أو من الستينلس ستيل، لأن بيها الخصائص التالية: A. resisting the mechanical shocks. B. resisting the oxidation. C. rectangular solid shape to be easily placed anywhere in the laboratory. D. The coat consists of several surfaces and isolator material prevents heat from getting outside. ملخص هاي الحكي. مادة الألمنيوم ومادة الستينلس ستيل بها خصائص احنا نريدها ونحتاجها بهذا الأوفن. اولا تقاوم الصدمات الميكانيكية، اذا انضرب، اذا وقع، اذا طخيتها بحاجة قوية، هو مو قزاز حتى يتكسر، هو مقاوم للصدمات الميكانيكية. ثانيا مقاوم للأكسدة. احنا شرحناها انه احنا بوجود الحرارة وبوجود الاكسجين راح يصير عندنا اكسدة، فاحنا لو صنعنا الاوفن من الحديد اول شيء راح يصير به راح يتاكسد الحديد، مثل ما نقول احنا يزنجر الحديد. فالستينلس ستيل هو اسمه ستينلس ستيل، الصلب غير القابل للستين او اللي ما يتاكسد او اللي ما يزنجر. اما الالمنيوم تذكرون بالخامس أو السادس الألمنيوم يزنجر لو لا يتأكسد لو لا الألمنيوم يتأكسد لو لا يتأكسد نعم ما يتأكسد أوكي. أحد عنده غير رأي؟ أي يتأكسد دكتور. حلو دكتور. بعد مرات تطرق للألمنيوم واحد قال يتأكسد بصورة بطيئة، واحد يقول إذا تطرق الألمنيوم. كمل فقرات الطرق. إذا تطرق تخدش السطح الخارجي مالته أي راح يبدي يتأكسد.
نعم ما إذا كانت الطبقة الخارجية سليمة ما يتأكسد. حلو، أكو أحد بعد مرتضى شرح شيء كل صحيح، أكو أحد بعد عنده شرح شوية مختلف أو مقارب. الألمنيوم يتأكسد مثل ما الحديد يتأكسد، بس الفرق عن الألمنيوم أكسيد الألمنيوم شفاف وشديد الالتصاق بالألمنيوم، وأكسيد الحديد لونه أحمر وبسرعة ينفصل عن سبيكة الألمنيوم. فإحنا عندنا عفوا سبيكة الحديد، فعندنا الحديد من تتأكسد الطبقة الخارجية تنخلع عن الحديد الأصلي، بينما الألمنيوم من تتأكسد الطبقة الخارجية تظل ملتصقة بالألمنيوم تحمي الطبقة الداخلية من الأكسدة، فهو يتأكسد بس لمرة واحدة، طبقة واحدة من عدة تتأكسد. مثل ما قال مرتضى، إذا خدشت الألمنيوم، إذا طرقت الألمنيوم راح تتوخر طبقة أكسيد الألمنيوم ويريد يتفاعل ويريد يكون طبقة أكسيد وإلى آخره. فهاي بما يخص الأكسيديشن أو الأكسدة أو resisting the oxidation. rectangular shape شكله مربع حتى لا ينحير بمكانه، سهل التنقل، سهل الاستخدام إلى آخره. القشرة متكونة من عدة طبقات عازلة تمنع الحرارة. صراحة هو متكون من القشرة هي طبقة واحدة وأكو مادة عازلة وأكو الحجرة الداخلية. الطبقة العازلة اسمها يسموها فايبر جلاس عندنا، بس هي اسمها صوف زجاجي، جلاس وول، صوف زجاجي. الفايبر جلاس أو الجلاس وول، أحد سامعه عنه؟ أحد مشتغل به؟ أحد شايفه؟ اي نعم دكتور. اي تتكون من الياف زجاجيه. نعم. هذا شلون تشبه القطن بس نعم. تخدش، يعني تكون هاي كلها شلون زجاج مطحون. مرتضى مستخدمه قبل؟ متعامل اي وياه؟ نعم. جيد. اي نعم. قبل فهذا لا اسالك يعني مرتضى، اريد اشوف باقي الطلاب، اكو احد متعامل ويا الفايبر جلاس؟ اكو احد شنو دكتور؟ راح نشرحه، بس اريد اشوف منو اللي عنده خبره سابقه ويا الفايبر جلاس او دكتور. انا مشتغل بالفايبر جلاس. حلو. نصب به قوالب. وين مشتغل به؟ يعني مشتغل به بكم اماكن، يعني قوالب، سلام، حلو، استخدام، مزارات، مراقد. نعم. نصب به قوالب وبعدين نشتغل فوقها. صحيح. هذا هو الكلمة الصحيحة للفايبر جلاس. الفايبر جلاس هو اللي يستخدموه بالقوالب، هو اللي يستخدموه بتصليح الدعاميات من تندعم السيارة وإلى آخره. الجلاس وول، الصوف الزجاجي، هو اللي شرحه مرتضى، يشبه القطن. بالحقيقة هو يشبه الصوف أكثر مما يشبه القطن، فهو يسموه صوف زجاجي. أكو من عنده نوعين طبعاً، مو هو الصوف الزجاجي، لا، الصوف اللي نستخدمه بالعزل، أكو صوف صخري مصنوع من صخور طبيعية، وأكو صوف زجاجي مصنوع من ألياف زجاجية. الألياف الزجاجية تتشكل بجهاز مثل جهاز الطرد المركزي اللي يسوين شعر البنات. أكو أحد شايف شعر البنات شلون يسووا؟ الحلاوة مال شعر البنات دكتور، يخلون شكر وجهاز يفتر يسوي. صحيح، يخلون شكر بجهاز طرد مركزي. جهاز الطرد المركزي مثل الغسالة، مثل العصارة، يطرد المي إلى الخارج. لا، هذا يطرد الشكر على شكل خيوط إلى الخارج، ويجيبون خشبة يلمون بها الشكر اللي صار على شكل قطن. نفس الفكرة يسوون بها الصوف الزجاجي، يخلون المادة الأساسية للصوف ألياف زجاجية بطراد مركزي، ويلمون من عنده الشكل اللي يتكون وهو صار صوف زجاجي. الفكرة هنا بالعزل الحراري، أولا إحنا ليش دا نعزل؟ ليش دا نسوي عزل حراري؟ عفوا دكتور، الصوف الحجر هو يستخدم للعزل مو تمام؟ أضبط اثنيناتهم، الصوف الحجري والصوف الزجاجي اثنيناتهم يستخدمان بالعزل. الصوف الحجري اللي هو البني والصوف الزجاجي اللي هو الأصفر. اكو احد يعرف ليش ده نعزل الجهاز؟ ليش ده نعزل الاوفن دكتور؟ من اجل الحفاظ على الحراره، الحفاظ على باقي الاجزاء. الحفاظ على باقي الاجزاء نقطه كلش مهمه، الحفاظ على الحراره نقطه كلش مهمه. بعد
ذلك على مد... نعزل الحرارة عن الأجزاء الخارجية من الفرن على مد لا تتلف. نعم صح ذكرها صاحبك. أكو نقطة بعد منع التسريب الحرارة أستاذ. نعم صحيح. أكو بعد نقطة مهمة طلاب الباقين نور الهدى قيس دكتور حتى ما يتأثر المريض مثلا بالحرارة مهند غالبا الجهاز مو مو يم المريض غالبا الجهاز بالمختبرات او بالغرف التعقيم. نور الهدى قيس اعتقد شفت هيك اسم ليش بدنا نستخدم العازل الحراري ليش بدنا نعزل حرارة الفرن. نور الهدى تسمعيني نور نور الهدى اذا ما جاوبت راح اسجل غياب دكتور حتى الحراره بمكان معين يظل واحد تعزلها. صح صحيح كلامك دكتور. يمنع تسريب الحراره خارج الجهاز. نعم صح. اكو نقطه مهمه دا انتظرها بس راح ابدي اسال حسب الاسماء لانه اكو طلاب ما يشاركون. فنشوف أسماءكم. نور أنا شفت هذا الاسم نور الهدى. نور الهدى الظاهر طلعت لا بعدها. نور الهدى قيس سوادي ليش بدنا نستخدم العازل الحراري. نعم دكتور انه ضعيف. ضعيف نور الهدى يعني انت ما سمعتي اي شيء من المحاضرة؟ لا دكتور فصل النت عندي طفت الكهرباء. زين هسه احنا وصلنا السؤال يقول ليش بدنا نستخدم العازل الحراري بالاوفن. هاي سيرشنج يعني هاي جوجلنج حاليا دا تسوين. اكو طالب رفع ايده. اي 3-1-4. العفو دكتور حتى الاجزاء الخارجيه لا تحرر بعد ما ننقض الجهاز. صحيح صحيح نقطه مهمه بس اكو نقطه بعد. 1-9-1 دكتور حتى تتركز الحراره داخل الفرن. نقطة أيضا مهمة بس أكو نقطة أهم حاليا هندسيا هتعصر على عملية تعقيم كاملة. نعم بعد غدير أعتقد دكتور حتى يصير انعكاس للحرارة يعني ما تمتص الحرارة يعني هاي لو إحنا مستخدمين عاكس بس إحنا مستخدمين عازل منار ياسين. نعم ليش نستخدم العازل الحراري دكتور هي النقاط أغلبها قالوها بس أعتقد أكو نقطة إنه أي حتى من يصير فد شيء خطأ. ماذا أسمع صوتك بعيد منار؟ أعتقد حتى إنه من يصير فد شيء خطر من احتراق أو شيء ما يطلع يعني خارج الجهاز يعني العازل الحراري ما يقدر يمنع عنه هالشيء. العازل الحراري ما يقدر يمنع الاحتراق. خلص الأسباب هاي. أكو نقطة هندسية كلش مهمة. إيه يعني هي هندسية لو طبية هندسية لا هذا هندسية ما أعرف. أعتقد حتى ما تتكون طبقة رطوبة داخل الجهاز. لا 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 طبقة الرطوبة يعني إحنا راح تتكون عندنا رطوبة بسبب إنه أكو سوائل وهذا راح تتبخر بس أكو فتحات بالجهاز تطلع هاي التبخير. فاتن حيدر جواد دكتور بلا زحمة بس عندي سؤال فجوال كان النظ ضعيف كل شيء. نعم دكتور ليش بدنا نستخدم العازل الحراري بالاوفن اسبابه ذكروا الطلاب هواي اسباب وكلها مهمه. اكو نقطه واحده دا انتظرها بس لا اكثر ولا اقل ما اعرفها هو غير حتى يحتفل درجه حراره مناسبه. دكتور حتى حصل على يعني درجه حراره ثابته. لا ثلاجات عشتار شايفيها قبل دكتور على مود الأكسدة غير
الاكسده لا، احنا اذا نستخدم مواد اللي هي الالمنيوم والستانسين حتى نمنع الاكسده. دكتور حمود يمنع. دكتور عمود يقلل الطاقة ايه المستهلكة. شكرا جزيلا. اسمك شنو؟ مريم أحمد رحيم. مريم احمد. يقلل الطاقة، بالحقيقة هو توفير الطاقة اللي هي النقطة الهندسية الأهم. الافيشنسي، الباور افيشنسي، الكفاءة الطاقة اللي نستخدمها. احنا عندنا ذكرنا انه احنا نريد نحمي الاجزاء الداخليه، ذكرنا انه احنا نريد نبقي الحراره بالداخل، ذكرنا انه احنا ما نريد ناذي الغرفه المحيطه، هذا صحيح، لا احنا ما نريد نسخن الغرفه المحيطه، احنا نريد نسخن بس الاجزاء الداخليه. بس النقطه الاهم الباور افيشنسي، كفاءه الطاقه، توفير الطاقه. احنا في حاله انه الهيتر ماكو عازل راح يظل يحمي يسخن الهواء لحد ما يسخن هواء الغرفة كلها يلا يطفى. بس احنا ما نريد هذا الشيء يصير، لان هذا راح يصير استهلاك بالطاقة عالي، ده تصير عندنا خسارة طاقة عالية بسبب انه ماكو عازل. وجود العازل اهميته بتوفير الطاقة. بس دكتور عفوا، هو يعني مو بمفتاح تحكم بالهيتر؟ صح، بمفتاح مهند. هذا اللي هو انت اللي تقول عليه المفتاح، هو اسمه ثرموستات. هذا الثرموستات احنا شلون الاير كونديشن، شلون الثلاجه، نحطه على درجه حراره معينه، من توصل هاي درجه الحراره يطفى الهيتر او يطفى الكومبريسر. لنفرض التالي مهند، الاوفن مالتك ما بي عازل حراري، انت حاط الحراره اللي تريدها على 200 او 250، ايش راح يصير؟ راح يصير التالي، راح يبدي الهيتر يسخن الهواء اللي بداخل الاوفن. الهواء بدأ يسخن بداخل الاوفن، الهواء الحار راح يبدي يسخن ان الاوفن نفسه، لان الاوفن مصنوع من ستانلس ستيل وهي ماده موصله جيده للحراره، يعني ماده راسا توصل لها حراره. وبنفس الوقت تبدا تشع حراره، بدأ يسخن الاوفن. بعد ما بدأ يسخن الاوفن نفسه، بدأ الاوفن لانه ما بيعازل بدأ يطلع الحراره برا للغرفه، بدأت الغرفه تحمى. ايش وقت راح نوصل للحراره اللي نريدها حتى يطفى الثرموستات؟ في حالة عدم وجود العازل لازم الغرفة كلها تصير بحرارة 250، يلا الثرموستات يفصل، لأن نقل الحرارة دي يصير عندنا بنقل مباشر من الهيتر للهواء البادي اللي هو الألمنيوم أو الستيل، ومن الستيل للغرفة، وهنا صار عندنا ضياع كلش كبير بالطاقة وما راح نقدر نوصل للحرارة اللي نريدها. وصلت مهند؟ تمام دكتور، تمام عشتين. ايه، فاحنا نحط العازل، نحافظ على الحرارة بداخل الاوفن، نمنع خروجها للخارج، وبالتالي نوفر الطاقة، النقطة الأهم. نرجع على الفايبر جلاس، اللي هو حاليا كاتبين انه الفايبر جلاس بي نوعين، البني والاصفر. الصراحه لا، العازل بي نوعين، عازل صخري او صوف صخري او صوف زجاجه. الصوف الصخري اللي هو البني يسموه مينرال وول او روك وول او غيرها، والصوف الزجاجي اللي هو الاصفر. شايفين صوره الصوف الزجاجي؟ أحد شايف الصورة؟ نعم. الباقين ما شايفهم هسه راح السخان وجود نفسه ده. نعم، ما فهمت عليك. دكتور يقول لكم ملفوف على شو اسمه، دكتور يقول لكم ملفوف. دكتور هو نفس هذا الصوف الزجاج مو على معتقد يستخدموه بالسطوح السائب الجديد؟ ده يستخدموه على التانكيات يغلفون بيه التانكي. بالضبط، هم ماتي يعني انا عندي صوره له. اي هاي نفس الدكتور اللي بثيته بالضبط. هذا هسه المعروض قدامكم، هذا يسموه صوف زجاجي، يجي اما على شكل باد يعني طبقه، او على شكل روله ملفوف، يستخدم كعازل. اذا بدنا نشوف هنا فد صوره نريد مقربه له، اذا هاي الصوره واضحه عندكم بالضبط، يشبه الصوف العادي مال الخروف.
تشكيلته وليش يسموه صوف؟ شكلوه وبشكل يشبه الصوف، لأن الصوف إلى خصائص تعزل. فإذا نشوف هذا اللون الأصفر هذا صوف زجاجي، هذا اللون هو صوف صخري. إذا بسرعة نشوف الصوف الصخري، هذا هو الصوف الصخري، تقريبا نفس الشكل، يجي رولات يجي بادات بس لونه بني. وإذا نشوف هذا هو الصوف، هذا شكله. الصوف الصخري شوية ضار أكثر بالبيئة، ضار أكثر بالإنسان، فلهذا استخدامه قليل، استخدامه لازم يكون بحذر. بعض الأبحاث تقول أنه هو مسرطن، فبعض الدول بدأت تمنع استخدام الصوف الصخري. الصوف الزجاجي مو يعني قليل شر، لا، همينه به مشاكل، يسبب حساسية، يسبب التهابات بالرئة، ويسبب حساسية بالجلد. فلهذا لهذا لازم نتعامل وياه بحذر. نرجع نقول في استعماله يمكن بعزل الصوت يستعملوه. عزل الصوت، عزل يعني هو عزل الحرارة. عزل الصوت نستخدم غير شغلات، نستخدم شغلات تمتص وتعكس الويفز، الساوند ويفز. إذا نشوف عزل الصوت بما أنه ذكرته، اللي بسرعة نشوف عزل الصوت. هذا، هاي العوازل مال الصوت، هاي مواد العازل مال الصوت. غالبا تنصنع من فوم، ستايروفوم، وشكلها يكون بهالشكل هذا حتى تشتت الصوت وتمنع الصدى وتشتته، تعكسه وتمنع انه يطلع للخارج. ذني العواكس والعوازل، وهذا الشكل اللي هو يتغلف به الغرفة حتى يصير عازل للصوت. واضحة؟ بنرجع على الفايبر جلاس أو العازل اللي إذا نستخدمه، براون فايبر جلاس أو اللي هو المينرال وول، اللي هو الصوف الصخري، تشيب، خطر، دينجرس، يسبب التهابات، لهذا لازم نتعامل وياه بحذر. اليلو فايبر جلاس متوفر بأشكال مختلفة، أقل خطورة بس يسبب حساسية، لازم نلبس جفوف ونظارات وكمامات، غالبا كمامات N95 أو كمامات مال اندستريال صناعية. فائدة الصوف الزجاجي هي العزل، عزل الحرارة. عزل الحرارة دي يصير بالصوف الزجاجي مو بسبب الصوف نفسه. أفضل عازل للحرارة موجود عندنا حاليا شنو؟ طيب عفكم من هذا السؤال، الحرارة تنتقل أسرع بالأجسام الصلبة لو السائلة لو الغازية؟ الصلبة. 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 الصلبة أكثر شيء، الغازية هي الأقل انتقالا للحرارة. ليش؟ الغازية جزيئاتها متبعثرة، جزيئاتها ما متراصة، انتقال الحرارة بيها يصير أبطأ. أفضل وأرخص عازل حراري موجود عندنا هو الهواء. لهذا احنا نستخدم الصوف الزجاجي، ليش؟ حتى نشكل جيوب صغيرة من الهواء. الصوف الزجاجي مليان هواء، او اللي متعاملين ويا الصوف الزجاجي اللي شاديه على سطوح بيتهم، اللي شاديه على التانكي، يعرفون فقرة واحدة انه اذا صار عليه مي بعد ما يعزل. اذا صار على الصوف الزجاجي مي بعد ما يعزل حرارة. ليش؟ لأن احنا طردنا الهواء اللي هو العازل الحراري، طردنا أو كبسنا جيوب الهواء. إذا انكبس الصوف الزجاجي أيضا نفس الفقرة، بعد ما يعزل لأن راح الهواء من الداخل مالته. ضربنا مثلا بشعر البنات، شعر البنات أغلبه هواء، الهواء اللي بيه محصور بسبب تشكيل
السكر اللي صار. نفس الشيء الصوف الزجاجي، الصوف الزجاجي من يتشكل ينحصر هواء بداخله، يسموها جيوب مال هواء صغيره. هاي جيوب الهواء هي راح تسوي لنا العزل الحراري. من تجي الحراره تصطدم باول طبقه من الصوف الزجاجي معدن او عفوا صلبه، ماده صلبه انتقلت لها الحراره. بعدها الماده الصلبه لازم تنقلها تجيب الهواء اللي يجي بعد الصوف، هذا الصوف بعد هواء بعد صوف بعد هواء الى اخره. الحراره ارتطمت بالصوف، الصوف مادته زجاجيه صلبه، انتقلت الحراره بها. الحراره هسه لازم تنتقل من الصوف الى الهواء. الهواء الموجود هنا كثافته تختلف عن كثافه الصوف، فراح يصير عندنا بطء بنقل الحراره. بما انه الهواء قلنا عازل، بما انه الهواء موصل سيء للحراره، راح تنتقل الحراره ببطء للصوف. من الصوف نرجع راح نرتطم من الهواء عفوا صوف ثاني، هواء ثاني، صوف ثاني. راح يظل اختلاف الكثافه عندنا، راح يظل عندنا اختلاف ما بين الحاله الصلبه والحاله الغازيه، راح يسبب لنا بطء وعزل بنقل الحراره الى الخارج. هاي كلها فكره الصوف الزجاجي او اي عازل يشتغل بهاي الطريقه، يحبسون هواء وبين الحراره تنتقل ما بين كثافه الحاله الصلبه الى الحاله الغازيه ويصير لنا العزل الحراري. ثالثا الشمبر، الحجره الداخليه. الحجره الداخليه نفس الفكره، تنصنع من الالمنيوم والستانلس ستيل ولنفس الاسباب عدا سبب واحد اضافي، انه بيها it has ribs to put shelves in the wanted level. بيها اضلع مثل ما شايفين هسه الافران مال البيت، بيها تقريبا اضلع هيك نحط عليها التباسي والاصواني. نفس الفكره الفرن الطبي باضلع نحط عليها الرفوف مال المواد. الرفوف شيلز ميش هي بليتس، صحون او صواني او اي شيء تسموها، on which the object are placed. The number of shelves is varying according to the number and size of the object, the oven capacity الى اخره. الرفوف ما عددها ارتفاعاتها كلها احنا نقدر نتحكم بها. هم يعني مصنوعة من الألمنيوم أو الستيل ولنفس الأسباب. الرفوف أو الصواني بها فتحات تسمح لنا بتداور الهواء. الهواء الحار إحنا قلنا يصعد لي فوق يسخن لنا المواد، والهواء البارد ينزل لي جوا حتى يحمى مرة له. هاي الرفوف بها فتحات تسمح إنه الهواء يتداور. أغلبكم شايفين الرفوف مال الفرن مال البيت هي مشيفة، ستيل مشيفة حتى تسمح لنا للهواء انه الحار انه يصعد. نجي هسه على اجزاء الكهربائية. كذلك دكتور بالمحرك مال السيارة يصير بهذا يعني هذا العقشات تصير بالمحرك حتى تخرج الحرارة، حتى بالمحولات، حتى بالكور شو اسمه بالكور غرفة الاحتراق. كذلك يعتبر ملاحظة بداخل بالنسبة للصوف يعتبر أيضا عازل صوت. نعم العازل الصوتي مثل ما شرحنا هي أي مادة تعكس الصوت وتمتص الصوت وتشتت الصوت. الصوف الزجاجي هو مو أفضل مادة عازلة للصوت. كذلك وياه صير. نعم. أفضل فيه إذا دخل خشب وياه كقواطع. الخشب قواطع ممكن فشي يدخل بوسط الصوف يصير عازل صوتي. نعم نعم استخدم استوديوهات صوتية. نعم مضبوط. مرتضى أنا شوفتكم قبل شوي شكل العازل الأفضل المثالي للصوت الصوف الحجري. لا ما أعرف مرتضى يمكن ما كنت منتبه. دكتور اسمه طبقة البيض. نعم اي دكتور بالضبط بالضبط صاحبك قال مثل طبقة البيض. مرتضى انتبهوا يا هذا العازل الصوتي الافضل. هذا هاي طبقات بادات تجي تلزق على الحياطين وهاي اشتغل دكتور هذا حلو. هذا مرتضى هذا مو فوم.
عفوا هذا مو صوف زجاجي، هذا ستايروفوم او مواد رغويه تتشكل بهالشكل هذا. اولا هي بالضبط نفس فكره الصوف الزجاجي، بيها هواء بداخلها يعني بيها فقاعات هواء، شكلها مثل طبقه البيض او شكلها هيك محبب حتى تشتت الموجات الصوتيه، تشتت الموجات الصوتيه وتمتص اكبر قدر ممكن من قوه الموجه. فاذا نشوفه هسه هو يشبه الفوم الرغوي وباشكال مقعره مدببه حتى تشتت الصوت. الموجه الصوتيه احنا هنا بس نحاول نكسرها حتى لا تنعكس بصوت واضح. احد بكم شايف الموجه الصوتيه؟ الموجه الصوتيه هي موجه حقيقيه ضغطيه نقدر نحس بيها. فالموجه الصوتيه نقدر نعكسها ونكسرها ونشتتها بشكل حقيقي. يعني لو فرضنا احنا عندنا حاليا موجه كهرومغناطيسيه ما راح تتاثر بهذا الشكل، موجات الكهرومغناطيسيه ما تتاثر بهالاشكال، بس الموجه الضغطيه اللي هي الموجه الصوتيه تتاثر بهيك شكل. يعني موجة حقيقية تنتقل بالوسط المادي وليس الموجة الكهرومغناطيسية تنتقل بالفراغ. الماء، النهر، البحر، إذا تصير موجة صوتية ينتقل بسرعة. نعم مضبوط، لأن هي موجة مادية تنتقل بالوسط المادي غير قابلة للانتقال بالفراغ. نرجع على الجهاز. هسه هذا كله كانت الأجزاء الميكانيكية. إذا دكتور النت كان فاصل أكثر من مرة طلعني. أوكي. نجي حاليا على الأجزاء الكهربائية. الأجزاء الكهربائية الهيتر، الباور سبلاي، ثرموستات، ثرموميتر، تايمر، فيوز، كنترول بانل. الباور سبلاي بالحقيقه الاوفينات العاديه ما بيها باور سبلاي، الاوفينات البدائيه ما بيها باور سبلاي. ليش؟ لانه الهيتر يشتغل على 220 فولت على اي سي. الباور سبلاي عاده يستخدموه للشاشه العرض، للثرموميتر، للثرموستات، للاضويه، اللامب انديكيتر اللي هي الضوء الاحمر والضوء الاخضر. فالباور سبلاي يجهز لنا فولتية وتيار مستمر للكنترول بانل وليس للهيتر. نقدر نسوي فرن بدون باور سبلاي؟ نقدر. الهيتر، الهيتر هو الهيتينج إليمنت وهو الجزء الأهم بالهيتر، يعني هو بدونه لا شيء. احنا الهيتر قبل لا نبدأ نشرح عنه، أكو أحد يعرف شلون صاير الهيتر أو شلون شكل الهيتر أو شنو الهيتر أصلاً؟ نعم دكتور. أي دكتور، أكو هيتر أشكال، أكو ضوئي وأكو سيليك. أي وأكو يعني أشكال بي متعددة. نعم، أكو هيتر هذا ال 220 سلك اللي بوسط الزجاجة مع الصوب. نعم صح، كذلك نعم. الهيتر القطعة المعدنية يصير بداخلها سلك هذا مثل مغناط السبرينج. اي نعم، كذلك باللمبه مال الجلوب، بس هذا اكو يصير اسمك حتى يصير هيتر ضوئي. نعم، وهاك اكو هيك يعني اشكال. حلو، اكو احد بعد يقدر يشرح لنا عنه؟ الهيتينج اليمنت او الهيتر هو جهاز، هو element يحول لنا الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. فالكتريكال هيتر طبعا هذا احنا بنحكي. فالهيترات اللي ذكرها المرتضى هي أغلبها تعتمد على مبدأ واحد، نحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. شلون؟ السلك هذا بمقاومة، هاي المقاومة من نسلط عليها فولتية يمر بها تيار يحمى هذا الإليمنت، يسخن يبدي يطلع لنا حرارة. الهيترات اللي تطلع ضوء
كفاءتها بالحرارة أقل من الهيترات بدون ضوء. ليش؟ لأن إحنا خسرنا جزء من الطاقة على شكل ضوء. إحنا الطاقة الكهربائية حالياً تحولت إلى طاقة ضوئية، طاقة حرارية. بينما الهيترات اللي ضواها أقل، هاي كفاءتها أعلى بالحرارة، راح تحول لنا الطاقة إلى طاقة الكهربائية إلى حرارية أكثر وضوئية بنسبة أقل. الطاقة الهيتر أكو من عنده عدة أشكال، أكو من عنده عدة طرق، أكو من عنده عدة درجات للحرارة، بس بي أهم ثلاث مميزات هاي لازم موجودة: مقاومته عالية، عازل للكهرباء، وموصل للحرارة. هاي الفقرتين شلون حنسويها؟ بالحقيقة أغلب المواد اللي توصل حرارة توصل كهرباء مثل المعادن، بينما أغلب المواد اللي ما توصل حرارة ما توصل كهرباء مثل الخشب. فلازم نجمع بين هالشغلتين، مادة توصل الحرارة ومادة تعزل الكهرباء. أبسط شيء سووا، خلوا السلك إذا تلزمت النتل، يعني لأن هو كهربائي وموصل للكهرباء وبيموصل للحرارة بنفس الوقت، إذا تلزمت النتل وتنشب بنفس اللحظة. السلك هذا عزلوه بداخل أنبوب من الحديد أو من المواد الموصلة للحرارة. فإحنا هنا لازم نخلي السلك ما يطخ بالحديد، يخلوا له خرز أو عوازل سيراميك. هاي العوازل السيراميك تمنع أنه السلك الحراري يطخ بالحديد، فهنا ما وصلنا كهرباء، بس بما أنه هو معدن راح يأخذ الحرارة من السلك ويوصلها للخارج بأسرع طريقة، فهو موصل للحرارة. حتى نشوفه للهيتر. نعم، هذا الشكل موجود بالكاوي، الكاوي كذلك بالسخان، الكاوي مالت اللحيم، مال الاسلاك. ايه كاويه اللحيم، اكو كاويه حراريه وكاويه كهربائيه. هذا الكهربائيه ملفوف حتى طبقته عكسيه، تصير السلك ملفوف عكسي. نعم، وطبقه الومنيوم موصله. أي، وطبقه عازل بخليلها، وسلك يكون جدا رفيع، اكو شعر يصير. صح، هذا مقاومته عاليه. نعم، وكذلك موجود بالفيرمان شعر. صحيح، نفس وكذلك بسخان الهيتر مال المي، السخان مال المي اللي يربط عليه اوتوماتيك. هسه هذا تقريبا هيك شكل سخان المي. اذا نباوع له هذا الانبوب موصل للحراره وموصل للكهرباء بنفس الوقت، بس هذا الانبوب اكو بداخله سلك مثل هذا، هذا السلك هو مصدر الحراره. هذا السلك يدخلوه بداخل هذا الانبوب، بس بنفس الوقت يخلون به سيراميك يمنع انه السلك يطخ بالانبوب حتى لا يوصل لنا كهرباء ويوصل لنا فقط حراره. اذا نشوف مثلا هذا، اعتقد اوضح، او نشوف غيره. ها هنا بالضبط، رقم واحد اللي هو السلك اللي راح يعطينا حراره، رقم اثنين العازل السيراميك، رقم ثلاثة الغلاف المعدني اللي حيوصل لنا حرارة بدون كهرباء. وضحت الفكرة؟ شايفين نوبات من يقوم مي السخان ينتل؟ السبب انه اكو اما انثقب هذا الانبوب فالمي فات جوا وقام المي يوصل كهرباء، أو العازل تلف، أو عدة أشكال ثانية من المشاكل. أكو أحد منتول بمي السخان؟ نعم دكتور، منتولين. هي هنا المشكلة، العازل راح. فقط العازل. إنه كل موسم تشيكوا. مرات واحد جوا المي. أي صح. تجي هزة. وصل إلى قطع. صدق قطع. بدنا نحكي عن السخان الهيتر، نوبات يقوم ينتل المي مالته بسبب انه العازل مالته راح. فهاي الثلاث خصائص لازم موجوده بالهيتنج اليمنت.
اكو من عنده كاتبين هنا ست انواع او ست اشكال، بصراحه هو اشكاله كلش هواي، اليو تايب على شكل حرف يو، الدائري، العدل، المربع على شكل موجه الى اخره، اكو عده اشكال. الثرموستات طبعا خلصنا، خلينا نجي نشرح مثلا على الفيوز. اولا الفيوز اغلبكم شايفيه يقول لك طق الفيوز مال هذا الجهاز. الفيوز هو سلك معدني موصل للكهرباء يتحمل تيار معين، اكثر من هالتيار هذا السلك ينقطع، نخسر الفيوز تمام، بس احنا ما خسرنا الجهاز، حتى لا التيار يفوت يحرق لنا الجهاز، مستعدين لخساره الفيوز اللي هو سعره ارخص من الجهاز بالتاكيد. شايفين الفيوزات اغلبكم؟ نعم دكتور نعم دكتور. موجود بالبلوك كلها بها فيوز، كل البلاكات بها فيوزات، الفيوز بداخله اكو سلك اضافات. حتى بالسياره موجود فيوزات، بالسياره فيوزات بالضبط، فيوزات مال دي سي. هذا الفيوز يتحمل تيار معين، فولتيه معينه، التيار هذا من يمر اكثر يحمل سلك ويطق حتى يحمينا الجهاز. فهذا بالنسبة للفيوز. التايمر راح اشرح الفيوز والتايمر بعدين ارجع على الثرموستات والثرموميتر. التايمر هو مؤقت، اغلبكم شايفيه بالافران الكهربائية مال بيت او حتى الافران الحرارية مال بيت. التايمر مجرد فد مؤقت مفرع على فد رقم معين، ومن يوصل للصفر يدق جرس او يطفينا الجهاز. نفس هذا التايمر موجود بالأوفن، أكو من عنده ميكانيكي يعتمد على سلك نابض نكوكه، أو كهربائي يعتمد على مايكرو كنترولر يعطي قيمة الوقت اللي إحنا رايديه. الكنترول بانل، الكنترول بانل هي لوحة التحكم اللي أما كهربائية أو ميكانيكية سابقا. كهربائية يعني بيها دقة منحدد من عندها الحرارة، بيها شاشة عرض تعرض لنا الحرارة شقد، بيها أضوية أحمر وأخضر تبين لنا أنه أكو كهرباء والهيتر شغال له لا إلى آخره. هاي الكنترول بانل. بالعادة أكو ضوائين بس بالهيتر بالأوفن، ما نحتاج أكثر من عندها. ضوء الأخضر معناتها الكهرباء واصلة، يعني لنفرض الضوء الأخضر شغال الأحمر طافي، معناتها كهرباء أكو بس الهيتر ما شغال حاليا، اما انه احنا ما مشغلي او وصل للحراره المطلوبه وطفى. الاخضر والاحمر شغالات معناته اثنيناتهم الكهرباء موجوده والهيتر شغال، بس الاحمر شغال والاخضر طافي معناتها الضوء الاخضر محترق. نجي على الثرموستات والثرموميتر. الثرموستات هنا ايش دي يقول؟ هو سيمي كوندكتر ميد اوف سيراميك كاركترايزد الى اخره. هذا يشرح فد ثرموستات معين. الثرموستات هو جهاز يتحسس الحراره ويؤدي لنا وظيفه معينه لما توصل للحراره المطلوبه. هذا كل تعريفه. هو بعده اشكال، بعده خصائص، بكل ثرموستات مبني على مبدا عمل شكل. فاحد شايف الثرموستات؟ احد يعرف شنو الثرموستات؟ نعم دكتور، منظم مال الحرارة يصير. منظم مال الحرارة بالسخان موجود هو أكثر شيء. بالسخان موجود بعد وين؟ دكتور بلاحة التبريد مال السيارة. مضبوط بالسيارة. بعد. صار حتى بالمروحة موجود. بالمروحة. حتى بالمروحة. يستخدمون بالمروحة. يتنظم السرعة مالتها. العفو دكتور، لا العفو دكتور غلط. ذاك مقصد سرعة. بالبيوت مضبوط. بعد بنات بس الولد يشاركون. اوف خلينا نشوف لنا فد اسم من الجو. ياسمين ستار مزهر خلف. ياسمين ستار مزهر خلف. نعم دكتور. جيد ياسمين. ياسمين شنو الثرموستات؟ صراحة ما أدري. جيد ياسمين. وين كنتي
قبل دقائق من شرحنا للثرموستات. موجودة. شكرا يا ياسمين. عفوا. اي رفعت ايدك. دكتور موجود بالثلاجة همتين. بالثلاجة والمجمدة مضبوط. ثلاجة مجمدة اير كونديشن سبلت. حتى بالغلاية دكتور. بالغلاية بالسيارة بأي شيء نريد نتحكم به بالحرارة. فهو يتحسس لنا الحرارة ويؤدي لنا وظيفة معينة. بالسيارة يتحسس لنا برودة الهواء ويطفي لنا الكومبريسر. بالثلاجة يتحسس لنا برودة الثلاجة ويطفي لنا الكومبريسر. احترت الثلاجة يشغل الكومبريسر. بالتبريد كذلك، بالفرن كذلك، صعدت الحرارة للدرجة اللي نريدها يطفي الهيتر، نزلت الحرارة عن الدرجة اللي نريدها يشغل الهيتر. فهو جهاز يتحسس حرارة ويؤدي لنا وظيفة معينة. أكو من عنده عدة أشكال، عنده أنواع. خلينا نشوف مثلا الأشكال المعينة من الثرموستات. من اللي قال موجود بالبيوت؟ أنا دكتور. أي شايف الثرموستات مال البيوت؟ أي دكتور بالبيوت الحديثة أو الفنادق يسووه. مضبوط. هسه خلينا نشوف الثرموستات مال البيوت. هاي الثرموستات، هذا طبعا مال بيوت اغلبه مال فنادق. هذا النيست اللي هو نيست مال جوجل، ثرموستات مال جوجل، هذا سمارت ثرموستات. طبعا هذا الثرموستات دكتور استخداماته بالتبريد المركزي. مو شرط بالتبريد المركزي، انت اي سبلت علينا عندك بالبيت بثرموستات. حتى موجود بالمستشفيات موجود بالمستشفيات بالتباريد بالماي بالتباريد بكل شيء بالغلايه صح. انت قزام مال البيت انا يعني مو غير شيء. بالغلايه بغيرها هذا شغل الثرموستات بالحاله الاعتياديه. هنا عندنا نوب نتحكم به بشقد درجه الحراره اللي ياخذ الاكشن من عندها. هذا هو حساس الحراره اللي راح يتحسس الحراره. وهنا عندنا بنات تتحكم بالشيء اللي احنا رايدين. اكثر شيء احنا شايفيه اللي هو موجود بالتباريد هو هذا انبوب نحاسي مجوف بيب داخله غاز. اللي يصير شنو لو فرضنا احنا عندنا مال خلينا نقول مال اير كونديشن، تشوفون هذا الانبوب يمدوه قدام رادياتر التبريد، من الغاز بالحراره شو يصير بيه؟ الغازات بخر. عادل امام ما سامعين من يقول يتبربر بالبروره يتمدد دكتور الغاز يتمدد دكتور الغاز الحراره يتمدد وبالتبريد يتقلص. مضبوط. فهنا عندنا نفس الفكره، ده نعتمد على هالمبدئين. الغاز موجود بداخل هذا الانبوب. الغاز من يحمل وسط الدائره مدايره راح يتمدد هذا الغاز يدفع لنا فالف او يدفع لنا طبعا هو دايفرام. هذا الدايفرام من يندفع معناتها وصلت الحراره لدرجه معينه. والعكس صحيح، من يبدي يتقلص بسبب البروده راح ينسحب هذا الدايفرام راح يؤدي لنا وظيفه ثانيه. هذا نوع. اكو النوع الثاني يسموه الثيرموكابل. نشوف الثيرموكابل. الثيرموكابل هو ثيرموستات ثيرموميتر نقدر نستخدمه بنفس الوقت. ليش؟ الثيرموكابل هذا الثيرموكابل هن معدنين مربوطات بطريقة معينة. من يتعرضن الحرارة ينطن فولتية. الفولتية طردية مع الحرارة. هاي الفولتية نقدر نقيس من عدها الحرارة ونقدر ناخذ أكشن بناء على الحرارة اللي وصلت لها. فهذا شكل الثيرموكابل. اللي عندهم اوفوميترات، اكو بعض الاوفوميترات يجي بيها هيجي بالضبط مثل هذا. هذا ثيرموكابل يقيس لنا الحراره. هو دي يقيس الحراره دي يشتغل كثيرموميتر في بعض النقاط اللي احنا نريده يشتغل بها الثيرموميتر، ويشتغل ثيرموستات بالنقاط الاخرى. فنرجع انه اكو عده اشكال من الثرموستات، بس هو وظيفته الاساسيه يتحسس حراره ويؤدي لنا وظيفه بناء على طلبنا احنا. خلصنا من الثرموستات.
اكو احد عنده سؤال على الثرموستات؟ طبعا الثرموستات اداه تشخيص كلش كبيره، نستخدمها احنا بالاجهزه الطبيه خاصه الاجهزه الحراريه واجهزه التبريد، نقدر نشخص العطل من خلال الثرموستات والثرموميتر والاضويه بدون ما نمد نفيس على الجهاز. الثرموميتر هو حساس حراره. ابسط ثرموميتر شنو هو؟ ابسط ثرموميتر المحرار الزئبقي، هذا ابسط شكل من الثرموميتر. الحرار الجسم، فاكو القديمات بهن محرار زئبقي، محرار معدني، اشكال مختلفه من الثرموميتر. او الحديث هو الكتروني، الحديث هي حساسات الكترونيه. لحظه خلينا نشوف اوفن ثرموميتر، خلينا نشوفكم الثرموميتر بشكل الافتراضي. هذا الثرموميتر مجرد مقياس للحرارة، اكو من عنده الكتروني، هذا ثيرموكابل، اكو من عنده عادي، اكو من عنده زئبقي، اكو من عنده معدني الى اخره. والثرموميتر الالكتروني اذا نشوف مثلا temperature مثل هذا الام 35، محرار او حساس مال الحراره جدا دقيق، بس بالحقيقه ما نستخدمه بالاوفن، يعني هو جدا دقيق يعطينا اجزاء الحراره بس بهيج حالات ما نستخدمه بالاوفن. من يعرف ليش؟ ليش ما نستخدم شغلات كلش دقيقه بالاوفن؟ استاذ الحراره عاليه بيه؟ الحراره عاليه واحنا ما عندنا فد شيء كريتيكال، فد شيء حرج ده نتعامل بيه بالحراره. يعني هي شو اسمها مشرط ستيل، اذا الحراره 250 او الحراره 255 ما راح تفرق وياها، بس شو وقت نستخدم الاجهزه الاكثر حساسيه مثل هيجي حساس مال الحراره؟ بالمختبرات. بالمختبرات مضبوط، ومن نتعامل ويا اهم شيء عندنا اللي هو جسم الانسان. دكتور، الجهاز اللي يقيسون به درجه حراره الاذن الوسطى هو الالتهابات الانفلاميشن سيرفي. صحيح، اي شيء يتعامل ويا جسم الانسان ناخذ به اقصى الدرجات من الحمايه. دكتور، من الكفاءه. اي دكتور، جهاز الحاضنه. دكتور جهاز الحاضنه، شكرا لك. انت وين شايف جهاز الحاضنه؟ دكتور ماني، انا اسمي اختصاص الصناعه اجهزه طبيه. حلو، جهاز الحاضنه جدا مهم، لانه الطفل اذا تغير عليه درجه واحده من الحراره راح يسبب لنا مشكله. دكتور، بما انه ذكر جهاز الحاضنه، جهاز مراقبه المريض هم يستخدمون به. نعم، مرتضى راح اراويكم يعني مال الحاضنه من شكل اخر، يعني وبها كل هاي التفاصيل اللي شرحناها من بدايه المحاضره لحد الان. اي تحت كاميرا دكتور راحتك. اي خلي اسد لك البرزنتيشن مالتي. دكتور، هذه حاضنه مال البيض. حلو، مصممها بالبيت. هذه حلو، هيتر على الضوء، وهذا هيتر داخلي. اي يوزع الحراره. كذلك اقرب لها ثرموستات. طلاب دا تشوفون هذا الثرموستات، نفس رأيك ياها، هذه تحكمني بالحرارة داخلية. عاشت ايدك. وعندي كذلك هاي للرطوبة، رابط جهاز مبخرة. اي هذا، وهاي كلها عدادات كلها مثبتة يعني. حلو، الحرارة الكترونية. فهذه الحاضنة موجودة يعني بالتفاصيل هاي.
عاش ايدك مرتضى، شكرا لك. ايدك دكتور مرتضى، عجبتنا هالسوالف. ان شاء الله نسوي لنا وحده. مرتضى هاي انالوج ديجيتال التحكم بهن. اي نعم دكتور، حتى الريموت اقدر اسويه. ها عاش ايدك ما شاء الله. جيد. شفتوا مرتضى، مرتضى ايضا مسوي حاضنه، الحاضنه بها كل ذن اللي احنا دا نحتاجه: هيتينج اليمنت، ثرموستات، ثرموميتر، بالاضافه لانه هو ضايف هيوميديفاير لانه يحتاجها. كل ذن اللي الحاضنه ما الطفل بها مقياس حراره 2 الجسم اللي الطفل والخارجي. حاضنة الطفل بها اكو مقياس لحرارة الطفل بس اي ار غالبا يعني عن بعد، واكو بها مقياس لحرارة جو الحاضنة نفسها. اي دكتور، حتى لا يتغير الجو عليه، حتى بالتأكيد حتى لا يتغير الجو عليه. درجة حرارة واحدة ممكن تأثر على الطفل، فلهذا نستعمل حساسات جدا دقيقة ما يخص جسم الإنسان، بينما الشغلات اللي قلنا عليها مثل الأوفن 5 درجات حرارة ما راح تفرق عندنا، ما راح نحتاج نقطع الهيتر باللحظة اللي إحنا رايديها لمجرد وصلت 250، لأنه ما راح تأثر هالشيء هذا التأثير الكبير. بالإضافة لأنه إحنا نحسبها هندسياً شو يقول؟ كل ما تتعقد السيستم مالتك كل ما تزداد مشاكله. فإحنا الأوفن بالوضعية الاعتيادية ما نريد نعقده ونضيف له حساسات دقيقة، ثرموستات دقيق، راح يصير عندنا تصليحه مكلف، راح يصير عندنا هو مكلف، مشاكله هواي، وإحنا ما استفادينا شيء. نحسب الكلفة، الكفاءة، الريلايبيليتي، العملانية، هاي كلها إذا سويناها إلكترونياً ما راح تضيف لنا شيء. بينما مع جسم الإنسان لا، احنا نحتاج كل ذن الامور لانه الفلوس والتصليح مو مهم ويا جسم الانسان، المهم هو الانسان نفسه. ان شاء الله تكون وضحت الفكره عندكم والمحاضره. اي واحد عنده سؤال او استفسار عن المحاضره، الطلاب اللي حاضرين بس غالبا يجوز مسوين ميوت او نايمين او الى اخره، اتمنى تركزون بالمحاضرات. الشرح اللي أشرح نوبات ما موجود بالمحاضرة بس هو مهم يفيدكم باشر عقبة إن شاء الله كمهندسين. المعلومات هذه بعضها تنشر بفلوس، يعني صح هي معلومات بسيطة بس بعضها تنشر بفلوس. أي تفضل 3-1-4-1-3-1 رفعت يدك تفضل. شنو السبب انه عافوا الجهاز القديم مع التعقيم اللي اسمه الاوتوكلاف واستخدموا الجهاز الجديد اللي يستخدم بال صوتك كلش ناقص بس سمعت شنو السبب انه تركوا جهاز الاوتوكلاف القديم بالتعقيم واستخدموا الجهاز الجديد اللي هو شنو الجهاز الجديد اللي هو التعقيم بالحرارة الهواء؟ صراحة ما تركوا الأوفن أقدم من الأوتوكليف أو جهاز الضغط أو جذر الضغط. الأوفن أقدم من عنده بالطريقة، الأوفن أقدم من عنده بالمبدأ، ما تركوا بس كل واحد له استخداماته، كل واحد له استخداماته. طبعا الأوتوكليف جهاز أفضل بالتعقيم، جهاز يقضي حتى على الأبواغ بس يأخذ وقت أطول، خطورته أكبر، مشاكله أكثر إلى آخره. الأوتوكليف أغلبكم عندكم جذر ضغط وتقدرون تقارنون سرعة طبخ الأكل بجذر الضغط عن سرعة طبخ بالجذر العادي أو الفرن العادي، راح نعرف الفرق بين قوة جذر الضغط اللي هو الأوتوكليف وبين الأوفن. ما تركوا الموضوع، الأوتوكليف إن شاء الله راح نشرحه بالمحاضرة الجاية، راح نشوف شلون أفضل من الأوفن بالتعقيم. بعد اكو احد عنده استفسار دكتور؟ سؤال. أي. دكتور حاليا بالاجهزه الطبيه جاي يستخدمون فرن الحراره اكثر من التبخير، صح دكتور؟ هو التبخير افضل يعني من الحراره،
بالضبط، ذاك افضل، هذا اسرع، اعطاله اقل، وتبقى اليوزر، تبقى الاستخدام عندك شغلتين. اما مثلا الحاجه ما تحتاج انه تتعقم بالاوتوكليف، او اليوزر ما عاجبه يستخدمه، خايف من عنده، بمشكله معينه، يتعاجز يشغله، يتعاجز ينتظر يفرغ الضغط، والى اخره. اليوزر العراقي احنا ما عندنا ويا مشاكل، ده اقول لك الفرن يحمون باكل الصبح، يعني انا شايفهم بعيني، يعني مو فد شيء، لا انا شايفهم يحمون اكل بالاوفن مال شو اسمه، مبدعين دكتور. والله فالاوفن ربعنا يستسهلوه، واكو بعض الاحيان الحاجه ما تحتاج انه نعقمها بالاوتوكليف، الاوفن كلش كافي عليه. بعد طلابك واحد عنده استفسار؟ بالنسبة للتقرير راح نسد هذا الميتينج، افتح ميتينج جديد اسجل به التقرير، شرح التقرير. استاذ يعني استاذ تأجيل وتنزلنا على المقابلة، راح بالتأكيد هسه راح ننهي هذا الميتينج، راح افتح ميتينج جديد اشرح به، اللي يريد يكون حاضر اخاف عنده سؤال اضافي، اللي ما يريد هو راح يتسجل وينزل بالكلاس روم. اكو اعتقد جروب واحد لحد الان تواصل وياي وقال انه عنده فكره وانه بادي يشتغل بالموضوع، بس باق ولا واحد من الجروبات الباقيه تواصل وقال انه عنده فكرة ده يشتغل عليها. خلنا نفهم الموضوع بالأول ونتواصل وياك. عامر، عامر مو؟ لا دكتور مصطفى. ما شو طلعت قدامي عامر؟ لو مصطفى عامر. مصطفى عامر. مصطفى عامر. شنو اللي كان مواضح بعد ما ترجمت المحاضرة أو بعد ما ترجمت التقرير؟ دكتور والله ما ترجمته، ليش أكذب؟ إذا ما ترجمت بالتأكيد إذا إنجليزيتك ضعيفة ما راح تفتهمه مصطفى. دكتور إن شاء الله ننتظر الميتينج مالتك على مود نتواصل وياك. مصطفى التعليم الإلكتروني أعيد لكم إياها هو تعليم أكتف، أنت اللي تشتغل على الموضوع، مو إحنا اللي نحش الموضوع ببالك. فالتقرير كان المفروض شوية تعد نفسك عليه حتى تفتهمه، وراح تشوف انه انت تفتهمه افضل مما انا اشرح لك اياه بصراحه، بس ان شاء الله بعد 5 دقائق 10 دقائق اشرح لكم اياه. لهنا انا اذا ما عندكم شيء حتى انهي التسجيل وانزل الحضور مالتكم. اكو احد عنده استفسار بعد؟ عفوا دكتور تواصلت وياك على الواتساب، يعني لحد الان ما اكو رد. واتساب ما اعتقد اجانا اي شيء على الواتساب، الرقم الدولي ما عندي، ما واصلني ايات الموبايل، ماكو شيء على الواتساب، بس انا حاط التليجرام وحاط الايميل، ما اذكر انا حاط رقم الموبايل حتى احد يتواصل. طيب شلون تواصل يا دكتور مرتضى؟ اذا تفوت على التقرير راح تنزل لي جوه تلقى للتواصل معي بلا 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 بلا. ثانكس. اكو سؤال بعد قبل لا انهي التسجيل؟ جيد. استاذ عندي سؤال. اي. بس هو مو يعني الجهاز بس يمكن خارج موضوعنا. ماكو اي مشكلة. مثلا الادوات اللي نعقمها شلون نعرف مثلا كل ادوات ايش قد ينادي لها وقت؟ اكو اندكيترات تنحط ويا الاوفن ويا الاوتوكليف. هذا الاندكيتر من يتغير لونه من لون الى اخر، من الاحمر الى الاخضر. او اي لون ثاني، يعرفون انه هاي الباتش او هاي الوجبه اللي فاتت بدها تتعقم، تعقمت بصوره صحيحه. تمام استاذ شكرا. احنا عندنا بالتعقيم احنا ما نعقم قطعه واحده، احنا نعقم باتش يعني وجبه كامله، بس احنا عندنا الف قطعه ثانيه نريد نعقمها. شايفين المهندسين المدنيين من يبنون ياخذون من كل صبه، من كل خباطه تجي الذب ياخذون عينه، هاي العينة يروحون يختبروها، لأن احنا كل خبطة تجينا بنسب شكل، فيختبرون كل
صبة الكومبريشن وإلى آخره يختبروها واحد. نفس الشيء عندنا بالأجهزة الطبية، كل وجبة تدخل للفرن، كل وجبة تدخل للأوتوكليف حتى نعرفها تعقمت بشكل صحيح أو لا. أكو عندنا إنديكيترات نحطها وياهن بداخل الفرن، نحطها وياهن بداخل الأوتوكليف، نشغل الجهاز، إذا تغير لونها صارت للون اللي حسب الإنديكيتر من الأحمر إلى الأخضر، من الأخضر إلى الأحمر إلى آخره. من يتغير لونها معناتها هاي الوجبة تعقمت بصورة صحيحة، حتى ما بعدها المفروض أكو كواليتي تشيك، المفروض أكو كواليتي تشيك يجي يكون على شغل التكنيشنز أو شغل الممرضين اللي يشتغلون هالشي هذا، يعرفون أنهم عقموا بصورة صحيحة أو لا. أكو أحد بعد عنده استفسار؟ دكتور سؤال. أي دكتور، عندنا أدوات معالجة جهاز الأسنان. أي دكتور، الفرن مالته، الفرن يعني يكون الحساس مالته دقيق لو عادي؟ يعني ممكن يكون ثيرمون كابل، الثيرمون كابل حساس دقيق، بس بنفس الوقت مو بالدقة اللي هي بأجزاء السنتيغريد، أجزاء من الحرارة. يعني احنا عندنا كالتالي، الدقة مال الـ RM35 توصل لأجزاء الحرارة، يعني 0.01 أو 0.001 حسب الدقة، أو 0.1، بينما احنا عندنا بالحرارة مال الأوفن نحتاج درجة واحدة من الدقة. يعني الحرارة حاليا 250، نقبل ب 251 لو فرضنا انه دي يستعمل الثيرموكابل، ما نحتاج الدقة العالية اللي هي نفسها بالأجهزة بالحاضنات الطبية وإلى آخره، اللي هي أجزاء الصفر، أجزاء الرقم عفوا. بعد أي سؤال خارج من المنهج هم نقبل به، مثلا سؤال عن البيتكوين ما حد عنده؟ أكو أحد يعرف البيتكوين؟ دكتور منو عندنا بيتكوين حاليا؟ يعني مو بيتكوين بالتأكيد، لو عندكم بيتكوين تعالوا نتقاسمها، بس منو عنده أجزاء البيتكوين؟ نعم دكتور، موجودة بس سعرها نزل هاليومين. إيش قد نزل؟ آخر شيء كان 24,000، هسه نزل 23 وشوية. بس أنا عندي بس ربع من بيتكوين. كم ساتوشي يعني؟ سنة كاملة سأل أشتغل عليه. شو تعدن؟ ها؟ مايننج؟ لا بعد بدون محفظة جاي على إعلانات، إعلانات زادن مشاريع، بعض المشاريع أسويهن بعض الأشخاص ويطولن بيتكوين. فريلانسر أنت؟ إيه. بأي مجال؟ إلكترونيك معلومات. إلكتروني. يعني إيه؟ تصمم لو تبرمج لو شنو؟ ما افتهمت. برمجة داتابيز دكتور. برمجة شنو انت؟ مواقع. ويب ديفلوبر يعني. ايه. ويب فرونت اند باك اند؟ لا هو داتابيز معلومات مال بعض المواقع، يريدون من عندهن مثلا اسم بريد ما ادري شنو، اجمعهن واحطهن وظت راحت. يعني باك اند، اذا داتابيز هاي باك اند. ايه. فرونت اند تصاميم وواجهات. لا مو تصاميم واجهة، شيء بسيط يعني مو اي يعني غالبا باك اند. اي لا المعلومات، يريد المعلومات الفلانيه يعطي المعلومات الفلانيه وفضت راحت. حلو. منو بعد عنده هيك موهبه وما ندري بيها؟ اذا عندكم اي استفسارات عن البرمجه عن هذه نقدر نساعدكم بيها، بس طبعا انا اشتغل امبيدد سيستم، يعني انظمه تحكم دقيق، او الانظمه اللي شلون مرتضى مسويها انه يتحكم في حاجه معينه الى اخره. اذا ما عندكم بعد اي استفسار حتى عن اي شيء ثاني، فراح انهي الريكورد وننهي هاي المحاضره. دكتور بلا زحمه، بس احنا